عماد المحلل الأسواق في إكويتي جروب. ديفيد أهلا بك معنا. ربما ما كان ملفت في تحركات أسواق العملات ديفيد هو ما نشهده على الاسترليني الباوند. الدولار لا يتفاعل كثيرا، ننتظر ربما اليوم شهادة باول، ولكن بشكل عام الباوند استطاع أن يصل جلسة اليوم إلى الفوق الدولار 36 سنت، وهذه أعلى مستويات نصلها منذ حوالي شهرين ونصف. برأيك من أين تأتي هذه القوة على الباوند اليوم؟ أعتقد بأن القوة تأتي من حقيقة مفادها أن الشهر الماضي كان هنالك مفاجأة للكثير من التجار، وأيضا ترفعات في أسعار الفائدة المتوقعة، وطبعا الارتفاعات كانت متوقعة قليلا من قبل السوق، ولكن بينت للتجار أيضا بأن بنك إنجلترا لديه التفاؤل في توقعاته بالنسبة لتعافي الاقتصاد البريطاني، وبالتالي هنالك حديث من قبل بنك إنجلترا عن ارتفاع في نوفمبر لم يكن كذلك، ولكن إلى حد ما أقول وكأن بنك إنجلترا أصبح في عالم غير يتصرف فيه، وهنالك الكثير من التقلبات والكثير من التخمين في المملكة المتحدة تحديدا في إنجلترا، وطبعا هذا هو المزاج العام في المملكة المتحدة ككل، ولكن كما نعرف هنالك قيود محدودة جدا بسبب الجائحة، وبالتالي هنالك المزيد من القوة للجنيه الاسترليني في هذه السنة مقارنة مع ما كان عليه الحال في السنة الماضية. هنالك ارتفاع خلال أشهر قادمة في أسعار الفائدة وربما في الربع الأول من هذه السنة، ذلك يعطي دفعة للاسترليني مقابل اليورو والفرنك السويسري والين الياباني وحتى مقابل الدولار الأمريكي. كان هنالك نوع من الهامش، وحصل الاسترليني على قوة مقابل الدولار، وكما ذكرت في مقدمتك هي المستوى الأعلى في أكثر من شهرين ونصف، وربما سيصل إلى 1.40. طيب نتحدث عن مستويات الدولار 40 أيضا في ظل توقعات الفيدرالي بأنه قد يكون أكثر تشددا مما كان متوقع سابقا، يعني بدأنا حتى نسمع عن تكهنات 4 رفعات لمعدلات الفائدة وحتى 5 رفعات لمعدلات الفائدة خلال هذا العام. بحال هذا كان السيناريو، هل من الممكن الصمود أمام الدولار؟ أعتقد بأنه سيكون صعبا، يعني فبنك إنجلترا أن يرفع 4 أو 5 رفعات لأسعار الفائدة في عام 2022. قد يكون هنالك 3 ارتفاعات في العام 2022، ومع ذلك أقول بأننا نرى استمرار لارتفاع الدولار منذ عدة أشهر الآن، فطبعا يعني مقابل الذهب وغيره. إذا أعتقد بأن وضع الدولار الأمريكي غير عادي، حيث هنالك ارتفاع في العائد ل10 سنوات بمقدار 1.8%، ولكن لم نرى ما يقابله في ارتفاع في الدولار الأمريكي، فيبدو بأن هنالك نوع من عدم العلاقة أو الترابط فيما بين سوقين نشاطات. يعني الجنيه الاسترليني يعني وصل إلى أعلى مستوى في 2.5 شهر، ولكن الدولار يعود إلى الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة. سيكون صعب للدولار، عفوا للجنيه الاسترليني، أن يتابع ارتفاعات الدولار إذا ما فعل الدولار ذلك. ربما نصل إلى 139 خلال الأشهر القليلة القادمة. دعني أسألك عن اليورو. اليورو ومنذ الشهر الماضي شهر ديسمبر ويعني في حالة من الملل، لا يصعد ولا يتراجع، سايدويز إلى حد كبير. هل تتوقع أن نشهد كسر ربما للأعلى أو للأسفل، وما هي العوامل التي تنظر إليها اليوم؟
أنا أتفق معك تماما بأن العلاقة بين الدولار واليورو كانت مضجرة كثيرا في الفترة الأخيرة. لم يكن هنالك أي تغيرات، والبنك المركزي الأوروبي يعني قام بأكبر قدر من المتاجرة باليورو. أقول يبدو لي بأننا وصلنا الناحية الأعلى من يعني سعر اليورو 1.14 بالنسبة لليورو مقابل الدولار. وطبعا كان هنالك تفاؤل أكثر بمتابعة التعافي في الاقتصاد الأمريكي وارتفاع في الدولار الأمريكي، بينما العلاقة في خلال 10 أيام الماضية بين الدولار واليورو رأينا سلسلة من انخفاضات مرتفعة إن صح التعبير، هاي 1.13 ربما على المدى القصير إذا استمر هذا الوضع، فيصل إلى 1.14 خلال الأيام القليلة القادمة. وأيضا بالنسبة لأداء اليورو، مع طبعا وضعية ارتفاع بالنسبة للين الياباني والفرنك السويسري، يعني قد يكون هنالك بعض العوامل التي تقوي من اليورو، ولكن هنالك الأخبار السلبية التي أثرت على اليورو مؤخرا. دعني أسألك أيضا عن الدولار الكندي اليوم، يعني يتداول بقرب من أعلى مستوياته تقريبا الدولار الكندي منذ ديسمبر. هل هي أمور اقتصادية تدعم الدولار الكندي أم أن هناك عوامل أخرى اليوم؟ إلى حد ما هي عوامل اقتصادية. في الأسبوع الماضي تم التأكيد على أن هنالك ارتفاع بمقدار 4 يعني أقل من التوقعات، وأيضا تغير التوظيف، أكثر من 50,000 وظيفة جديدة تمت إضافتها في الشهر الماضي. إذن الاقتصاد الكندي في تحسن، وهنالك عامل آخر وهو الأداء الجيد في سوق النفط. فلدى كندا مخزون من النفط، مع زيادة أسعار النفط يرتفع الموقف الاقتصاد الكندي، وهنالك أيضا مزاج عام. فهنالك يعني دراسات بالنسبة للأسابيع القليلة الماضية بأن هنا رأينا ارتفاع في أسعار الدولار، عفوا أسعار النفط، فهذا يعطي دفعة للدولار الكندي. وكذلك المؤشرات الاقتصادية المثيرة للإعجاب في كندا. ديفيد معدن محلل أسواق في إكويتي جروب من لندن، شكرا جزيلا لك. وبعد الفاصل، برنت يحاول التماسك بالقرب من مستويات 82 دولار بدعم من نقص المعروض من امتدادات حبيبي.